السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أكلمكم الله كتب العقيدة التي ينبغي لطالب العلم أن يدرسها والعلماء التي توصي بسماع شروحها. إذا كانت كتب، إذا كان مستواهم طيب يعني يفهمون، فمن الممكن أن أقرأ في معارج القبول، مختصر معارج القبول. كتب العقائد للسلف قبل هؤلاء أفضل أيضا. إذا وجدت كتب الإمام أحمد في العقيدة أنت تحتاج سرد كبير لكتب الأولين أفضل قدر الاستطاعة.